هل ترك الشيخ المخرج من الملة أن يترك فريضة واحدة من اليوم أو يترك يوما أو يكون يترك كثيرا يعني؟ لا فرق بين الكثير والقليل، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة ولو صلاة واحدة، إذا تركها متعمدا ولو صلاة واحدة، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم سائر الصلوات. الله جل وعلا يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظ على الصلوات تعني المحافظة عليها كلها، لا صلاة البعض وترك البعض. نعم.